سلام الله عليكم. طبعا في فيديو اليوم هو للصخرة العجيبة والغريبة، الصخرة التي تعتبر مذهلة في وقتنا الحاضر، رغم التطور الذي وصلنا إليه إلا أننا لا نستطيع أن نعمل ما عمله الأولون. الغريب في هذا الصخرة هو موقعها في هذا المكان الذي لا يوجد على أي الذي لا يوجد فيه أي أثر على أي سكن أو آثار هنا لقرية، وإنما هذه الصخرة موجودة لحالها في هذا المكان. طبعا الصخرة يوجد داخلها غرفة متكاملة الأركان بزواياها الجميلة والرائعة، مقصوصة قص داخلها، ومن الخارج الباب هذا الشكل وهذا القياس. هذا هو المنظر من الداخل، شوفوا الإتقان بالعمل من الداخل، شوفوا على قصه وعلى عمل. ما هي الأدوات التي كانوا يستخدموها يا ترى في هذا الوقت، وما الذي جعلهم مبدعون وبارعون إلى هذا الدرجة في عملهم؟ كلها تساؤلات لا يوجد لها إجابة. لاحظوا إتقان العمل، لا إله إلا أنت سبحانك ربي إني كنت من الظالمين. اذكروا الله وصلوا على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه هي الغرفة، هذه هي الصخرة العجيبة ذات الغرفة الجميلة. موقع هذا الحجر طبعا هو في صنعاء، في خارج صنعاء في بني مطر، يعتبر في الطريق الرابط ما بين صنعاء وشلال بني مطر. أثناء مشيك من هذا الطريق تجد هذه الصخرة على يسارك وأنت متجه إلى بني مطر، فهي عمل رهيب وعمل ممتاز، فلله درهم السابقون الأولون فيما كانوا قد وصلوا إليه من تكنولوجيا ومن قوة ومن علم. عموما هذا هو فيديو اليوم، لا تنسوا تفاعلاتكم بالإعجابات والتعليقات، لا تنسوا ذكر الله والصلاة على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.